في هذا السوق اللائج في نيودلهي الهند فصل جديد في العلاقات الهندية الأفريقية ينسج، الصنعة الجذبية تبشر. هذه الورشة لتنمية مهارات الحرفة تقدم مزيدا الاتحاد الفني تم تشكيله خلال قمة المنتدى الثاني للهند وأفريقيا. هذه وثيقة نسجها حرفي المجتمعين كليهما، إنها تجنح معا إلى ماض مشترك، غزارة الثقافات، اهتزاز اللون وأمل للمستقبل الجديد. معا نساء الهند وأفريقيا أمل الحرفة الجذبية. رحلة أمل الحرفة الجذبية جنس التمكين من خلال الحرف بدأ في مايو 2011 في آديس بابا إثيوبيا. ملتقى اجتماع الحرف كان نظم بتعاون وزارة الشؤون الخارجية الهندية وجمعية الحرفة الجذبية الاتحاد الأفريقي، الذي استضاف كان مثله عديد من أعضاء دوله. تحسن الجو جيدا جدا، لأن 20 امرأة حرفية جئنا معا مع 30 نظيرة من 15 دولة. الحرف المجلود شملت النسج النسيجي ونسج السلة وقش الحصيرة، المجوهرات، الرسم الجدراني، إنتاج المنتجات الطبيعية، أشغال الخشب، وإعادة نفاية المواد. أمل الحرفة الجذبية له هدفان أهمان: جنس التمكين، منطقة كبيرة للتركيز في الهند وأفريقيا كلتيهما، حيث يمكن أن يتم تقديم الحرفيين لإنشاء الأرزاق الباقية. مثال حال لهذا يمكن أن يوجد في كيشيني شعر النساء التعاوني في إثيوبيا. زيتينات تجيء من واحدة من أفقر المستوطنات في آديس بابا، الشعر حبل سلامتها. إنه يمكنها لتشكيل مستقبل أسرتها، إنه قد جعلها أيضا واحدة من الحرفيين الهادين في المنطقة. ياو شكل سرا بعلمت من البيت ويمسولي سرتينيا ويكن سرتينيا نبرمون كل ياو شكل سرا بتأم عارف إنه هيوتاتشين هيوتين بتأم ملوت شكل مالت بتأم بكانين بالبلش كل سوا هون هي شق عايل تال لين يعني هي ورك أتشنا بتأم ورك إنه بزنا من فتاة دارو الناس وفي تأثر سلم سوا يقدر يجون كل نادر قلة من ما قدر نقرب النجار إلا بز بس راتشين مالتي بتأم نم كوراوني شكل بمسراتي بتأم نم كوراو سكنا بيتسوي مالتي. في 2011 زيتينات كانت دعيت لتمثيل أفريقيا وعرض شعرها في أمل الحرفة الجذبية. هي قطعت طريقا طويلا من كوخها إلى أحياء الفقراء. I'm thinking that we can just work together to empower women to not only just empowering to upgrading the skills of the women in the world, giving them a message. And for the profitability, income generating, we can work in different things. This summit will not just see women visible, but will make the vulnerable visible and give the voice to those women that would otherwise be voiceless. We understand now that we have to carry on with this work. So they realize that it's a part of their culture and that they can earn from it. The fact that a value is being given to their skill is actually a value to their life. أمل الحرفة الجذبية كان أيضا أساس اجتماع لتبادل الآراء بين الهند وأفريقيا، نظمت البنية الاجتماعية.
it's different in language, it's different in culture, it's different in tradition. But certainly in terms of craft, I think there is a common thread that runs through. The expression is just different. Irrespective of the fact that we come from different regions, there is that need that we have inside of creating something which is beautiful, creating something which is utilitarian, yet it would touch each and every person that's around us. Out of necessity came crafts, I think. That's how I see it. Mm-hmm. Women doing things with their hands that are actually practical, essential for everyday, as well as beautiful and artistic. So culture is with women, and then they pass it on to their children. And crafts is one component of that culture, which is utilitarian and later on becomes more exotic and art and, you know, the other things come in. ريحانة حرفية من نيودلهي الهند، هي تنتج المجوهرات والأجزاء الزينية مستخدمة المواد التقليدية وغير التقليدية مثل الزخر وعمل الخيط. كفاءتها تدعم أسرتها الموسعة وتساعدها في مواجهة المشاكل ماليا وشخصيا كليهما. ہمارے سماج میں عورتوں کو باہر نکلنے نہیں دیتے پردہ کرتے ہیں پردہ بہت ہوتا ہے کہتے ہیں نہیں نہیں لیڈیز کو باہر نہیں نکلنا گھر میں کام کرنا ہے لیڈیز ضرور نکلے گی باہر لیڈیز کو اپنے ہاتھ پیروں پہ کھڑا ہونا ہے اپنے ہاتھ پیر پہ کھڑا ہو کے کام کرنا ہے دیش کو آگے بڑھانا ہے حرفة ریحانة ليس بمخرج ابداعي فقط انه تركيز هاد في رحلة التمكين الذاتي وراء الشعور المشترك للتمكين الحرفيون من الهند وأفريقيا عملوا جنبا إلى جنب مع الأنس الكبير I have learnt a lot because I've managed to learn how to make new items using other plastic beads and at the moment I'm learning how to make a necklace using grass التعلم المتبادل كان نفيسا الإلهام الفني الجديد قد تشرب الأسواق الجديدة وطرق البيع تجلت أمل الحرفة اليدوية قد استكشف إمكانية الآفاق الجديدة للهند وأفريقيا كلتيهما ساوث افريقيا کا عورت گئے میں نے گئی تو سکھانے کے لیے او ہم نے مطلب ہم سے وہ سیکھی ہے ساوث افریقیا کی عورت نے سکھایا وہ بھی جو کچھ سکھا مطلب ہم نے دیکھا ان کا یہی سب مطلب سکھا پروگرام itatusaidia kufunza wamama wa Kenya kushona vile wahindi wanavyoshona vikapu vyao na itawasaidia kwa kuuza vyombo vyao kwa dunia الأهداف المتصورة في أمل الحرفة اليدوية لأفريقيا قام بإتمامها عهود حرفية هندية إنه كان حلقة لحظة كاملة للشراكة الهندية الأفريقية في مستوى الشعب إلى الشعب إنه كان اتصال الأيدي والتقاء القلوب والأذهان مع هذا الاندماج للأمل التمكين والتعاون يستطيع رجل أن ينظر إلى المستقبل مع الثقة هذه الابتسامات يمكن أن تكون أصدق